في مهن كتير يعني ستات بتشتغل فيها. يمكن معايا أغرب مهنة أنا سمعتها هي لحامة تحت المية، وهي ست، وهي كابتن سمية زيدان. صباح الخير يا كابتن. صباح الخير يا رنا، أخبارك إيه؟ تمام الحمد لله. قوليلي بقى، لحامة تحت المية يعني أولا قوليلي مهنتك شكلها إيه، بتعملي إيه للناس اللي مش عارفة ده؟ بس أنا عارفة إنها حاجة صعبة جدا، فاحكيلي بس الأول عن المهنة وبعدين بقى أسألك شوية أسئلة كده. بتعملي إيه؟ لحامة تحت المية يعني مثلا لما بيكون في لا قدر الله مراكب غرقانة أو كده بناخدوها عشان تطلع، ما بينفعش تطلع زي ما هي، بيبقى في مراكب ضخمه بنعمل لها تعويم، بيبقى في مراكب بتتقطع وبتطلع قطع، عشان تطلع لازم بتتقطع بحاجه شبيهه للحام يعني اسمه كاتنج، بنقطعوها وبتطلع، بنعومها وبتبدا تطلع من تحت الميه، ولو مراكب فيها شرخ او فيها اي حاجه بنستغل برضو اللحام فيها. اوكي. طبعا مواسير البترول تحت الميه ومواسير الانترنت كل دوت بيتلحم تحت الميه. كباري مثلا بتتعمل في وسط الميه او كده. اوكي اوكي. يمكن ما حدش يتخيل مثلا الكوبري اللي بيبقى مثلا في اسكندريه اللي معدي من الميه في اي مكان، ان ممكن تكون ست هي اللي نزلت عملت حاجه زي كده او في وسط الناس. سوري. قوليلي بقى انتي ايه اللي خلاكي اصلا حابة تشتغلي حاجة زي كده، وكان مين حواليكي وقتها؟ يعني كنتي متجوزة ولا؟ انا عارفة ان انتي متجوزة دلوقتي وام، صح؟ اه صح. اوكي. وقتها بقى وقت ما قررتي تشتغلي كده كنتي متجوزة ولا لا؟ لا وقتها كنت لا، وبصراحة كان ساعتها الدعم الاول والاخير ليا لحد الان كان والدي. فجت عن طريق ان انا كنت اخر سنة في الكلية، انا كنت في كلية تكنولوجيا قسم هندسة تبريد وتكييف. اوكي. فجينا في اخر سنة كان في منحة جاية من الامارات للأكاديمية العربية للتكنولوجيا، الأكاديمية البحرية. اوكي. فروحنا، فكنا كتير الصراحة، كان تقريبا نص الدفعة رايحة، فاللي اختار خياطة واللي اختار يعني حاجة سيفتي، كورسات الأمان وكده. أنا الصراحة لقيت لحام تحت المية، لقيتها حاجة غريبة خالص، مع إن الدفعة كانت فيها صبيان وبنات. أنا الوحيدة اللي رحت لدكتور عصام البوكل ودكتور أحمد شعير في الأكاديمية البحرية اللي ماسكين قسم خدمة الصناعة هناك، وطلبت إن أنت تشاركي في ده. طلبت الصراحة. أيوة، كانوا مبسوطين جدا يعني. في ساعتها رفعوا التليفون واتصلوا بحد في وزارة الصناعة، وفي ثانية الدنيا اتقلبت، وازاي بنت وعايزة تدخل في المجال وكده. والصراحة كانوا داعمين ليا جدا، ودخلوني ورش اللحام بتاعتهم في الأكاديمية اللي هي البافوتر، دخلوني فيها ونزلوني وعلموني اللحام هناك. وكان لكن لما قلتي لباباكي حاجه زي كده ما اعترضتش في الاول؟ طيب ما خافش عليكي، ما قالكيش اول حاجه؟ لا اول حاجه يعني اللي هو اللحام تحت الميه وانت وكده، وعارف ان انا ليا في الميه وسباحه وكل حاجه تمام، بس الاول يعني اللي هو اتخض كده. بس يعني في نفس اليوم كان عايزه اقول لك كان معايا ونزل وجاب لي حاجاتي واللي كنت محتاجاها، وتاني يوم نزلت تدريب في الاكاديميه البحريه على طول، وكان هو اللي بيوديني ويجيبني، واللي هو يعني عايزه اقول لك كان من اكبر الداعمين ليا لحد الان. كنت بسافر شرم عشان شغل والغردقه. طب جوزك لما جه يتقدم لك، جوزك بيشتغل معاكي في نفس المجال ولا لا؟ اه جوزي غطاس، كنت انا وهو شغالين مدربين في شركه غوص تجاري في اسكندريه، كنت انا وهو شغالين مدربين فيها، فتعرفنا على بعض فيها يعني وكده. ونزلنا بقى كنا شغالين مع بعض، كنا بنيجي بالجروبات، كنا بنعلمهم السباحه في اسكندريه ونيجي بيهم الغردقه، نعلمهم بقى اساسيات الغطس واللحام والكلام ده كله هنا. طب قولي لي، قالك مثلا خلاص انا بقى عايزك تقعدي في البيت او كفايه شوفي شغلانه تانية او كده ولا لا؟ لا 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 بصراحة لا، هو أصلا مدرب. طيب. فقال هو لا، بس يعني طبعا دلوقتي عشان عندي حمزة عنده 9 شهور، فطبعا في أولويات عندي أنا مستنية يعني. أنا اشتغلت، أنا نزلت في حمزة وعنده 40 يوم. أوكي. نزلت في المية ونزلت المية قبل ما يكمل 40 يوم كمان. فعلا عملتي كده ازاي؟ نزلت البيبي نفسه؟ نزلت المية، بس مش دايفنج، نزلت المية قبل ما يكمل 40 يوم. كان عندي شغل
فبعد ما خلصت اخدته كده نزلت بيه شويه. حبت تحببيه في المهنه عامه لما يكبر شويه ولا لا؟ اه طبعا لا احببه فيها طبعا، والاختيار الاول والاخير لي اكيد لما يكبر، بس انا برضو هعمل اللي عليا احببه فيها. اوكي، طب قولي لي ايه اصعب المواقف اللي ممكن تمر عليكي تحت في المايه؟ اصعب المواقف يعني حاليا ممكن مثلا بيبقى في حاجه اسمها ناركوزس، حاجه اسمها سكر الاعماق، بعد امطار معينه الواحد بينزلها لو نزل بالاكسجين العادي في مرض كده اسمه سكر اعماق، دوت بيجي كان الواحد يعني شارب مواد مخدره تحت الميه. اوكي، بتجيله على عمق يعني ممكن يموت نفسه فيها، ممكن يرمي معداته ويموت بغرقان يعني وكده، بيبقى علاجه ان احنا بيطلع امطار يعني معينه. اصلا يعني ما ينفعش اختص لوحدي، لازم يبقى معاكي، يبقى معايا حد. اه وفي دلوقتي تخصصات ان ممكن حد يختص لوحده، لكن الصح ان ما حدش يختص لوحده، عشان بيبقى فيه يعني في مخاطر كتير الواحد ممكن يتعرض لها، فيبقى حد اه ينقذ ويلحق حد. ايوه طبعا بيسندوا بعض. طبعا طبعا، يعني ربنا يحميكي ويقويكي، ويعني شغلانه صعبه بصراحه جدا، استحاله افكر اعملها يعني، بس ربنا يقويكي كابتن سميه ونورتيني. ميرسي. انا عايزه اي بنت بس تتشجع ان هي تدخل مجالات جديده، كل واحده فينا واي بنت فينا عندها حاجه جواها، اه بالظبط، محدش غيرها بيعرف يعملها، هي لو فتشت عليها فعلا هتلاقي نفسها محترفه فيها كمان. صح، احنا ندور جوانا وبلاش نقعد في البيت، وخلينا نبني مجتمعنا بايدنا احنا كمان زينا زي الرجال عادي خالص. معاكي حق، ونورتيني يا كابتن سميه، وصباح الخير عليكي يا رنا. صباح الفل عليكي وعلى كل مستمعيكي يا حبيبتي. باي باي.